انضم الثنائي كمان المحترف احمد حجازي مدافع اتحاد جده السعودي، واحمد ياسر ريان مهاجم التاي سبور التركي الى معسكر منتخب مصر وشاركوا في التمرين الصباحي النهارده، وكمان وصل مصطفى محمد وهيشترك في التمرين المسائي النهارده وهيكون موجود مع المنتخب، اما بقيه اللاعبين هيوصلوا ان شاء الله ويكونوا جاهزين مع منتخب مصر. اللعبه المحليه انضموا طبعا بعد لقاء القمه، ولكن المحترفين هيكونوا جاهزين كلهم من بكره، ناقص انضمام النني وكمان فخر العرب محمد صلاح، في انتظارهم يجوا بالف سلامه نطمن عليهم ويبداوا لمشاركه ليهم مع منتخبهم. ومصطفى محمد هيتمرن النهارده زي ما قلت لكم مع منتخب مصر في التمرين المسائي. بكره ان شاء الله بقى هتكتمل الصفوف كامله ويبدا التدريب مع اللعيبه بشكل كامل بعد ما يجي لنا نجمنا وفخر العرب محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، واكيد كمان النني لاعب نادي ارسنال الانجليزي هيكونوا موجودين بكره، يقدر بقى نشتغل على كل حاجه. على فكره وجود صلاح في المعسكر من البدايه مهم جدا، الناس كلها منتظره وجود صلاح. صلاح شخصيه قياديه بطبيعته، الناس كلها بتروح له، الانظار كلها بتكون على صلاح، وده مش تقليل لاي لاعب، كل اللعيبه اكيد مهمه في منتخب مصر، ولكن صلاح تتكلم على افضل لاعب في العالم في التوقيت الحالي اللي احنا موجودين ليه ده. في التوفيق لمنتخبنا المصري، ونتمنى كل اللاعبين المحليين المحترفين يظهروا بمستوى عالي جدا ويقدموا مستوى قوي خلال مباراتي انجولا وكمان مباراه الجابون. مباراه انجولا زي ما احنا عارفين هتكون في لواندا يوم الجمعه اللي جايه، والجابون هتكون يوم 16 نوفمبر في برج العرب. طمن الجهاز الطبي لمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العيلة على حالة أيمن أشرف مدافع منتخب مصر. أيمن اشتكى كده من بعض الألام البسيطة في عضلة السمانة، لكن الجهاز الطبي أكد لكيروش أن اللاعب جاهز لمواجهة أنجولا وهيتمرن بشكل طبيعي في الفترة الجاية، نتمنى له السلامة ويكون جاهز للقاء القادم إن شاء الله. أعلنت إدارة المسابقات عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري ونشرت رابطة الأندية المحترفة القرارات وهي كالتالي: غرامة 70,000 جنيه على نادي الزمالك وغرامة 50,000 جنيه على النادي الأهلي، إيقاف مجدي تراوري مدرب عام المصري مباراة واحدة وغرامة 10,000 جنيه، وإيقاف حسن الشامي لاعب مقاولون مباراتين بعد الطرد مباشر في مباراة فريقه ضد طلائع الجيش. نفس الكلام للاعب محمود مجدي منصور لاعب المقصة، ويتم إيقافه مباراتين بعد طرده في مباراة فريقه ضد سيراميكا وغرامة 20,000 جنيه على غزل المحلة وغرامة 25,000 جنيه على نادي بيراميدز و25,000 جنيه على الاتحاد السكندري. طيب توضيح لبعض الناس، الناس لو سألت على ليه الزمالك أخذ غرامات، علشان بعض اللاعبين نزلوا داخل أرضية الملعب في وقت احتفال الأهداف، وكمان الفرق بين غرامة الأهلي والزمالك علشان عدم حضور نادي الزمالك أو مستر كيرتيرون المؤتمر الصحفي بعد اللقاء.